السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا بخصوص فيروس كورونا، هذا المرض الذي انتشر في الصين، وهذا الفيروس الخطير الذي انتشر في بلاد الصين ثم خرج من الحدود ووصل إلى أكثر من 100 دولة، وأعلنت منظمة الصحة العالمية وضع الطوارئ العالمي لمواجهة مثل هذا الفيروس الذي أصبح لا يهدد الصين فحسب، إنما يهدد العالم أجمع، في ظل أن مراكز الأبحاث ومراكز التطوير لم تكتشف إلى الآن أي علاج له، وأخبروا وصرحوا أنه قد يستغرق اكتشاف أو وجود علاج لمثل هذا المرض لمدة عام كامل، وهذا أمر خطير جداً. فلذلك يعني يجب أن تصل رسالتنا ورسالة كل الشباب أن على السلطات المتواجدة في مطار عدن والمتواجدة في مطار سيون أن يدققوا عن مع كل شخص راجع من الصين، وأن يتم يعني إقامة وعمل إجراءات احترازية عالية، يعني من الدرجة العالية، إجراءات تعتبر احترازية مهمة، لأنه الوضع الذي نحن فيه وضع مأساوي، وضع مؤسف جدا، وإذا نزل ودخل علينا مثل هذا المرض لا قدر الله، فإن هذا سيكون له تبعات وخيمة لا يحمد عقباها. فعلى الجميع أن يتكلموا في منشوراتهم وأن يحذروا. طبعا لا يوجد أي حالة، هناك منشورات هنا وهناك ولكن ليست مؤكدة وليس لها إلى الآن أي أساس من الصحة، لكن يجب على الجميع أن يتكلموا وأن يرفعوا أصواتهم إلى السلطات في مطار عدن وغيرها، أن هناك أشخاص رجعوا من الصين يمنيين ولم يتم التدقيق معهم، ولم يتم يعني عمل الفحص وما إلى ذلك من هذا القبيل. فلذلك يجب على الجميع أن يأخذوا الأمر على محمل الجد، لا داعي للهلع، لا يوجد أي شيء الآن، وإنما يجب أن تكون هناك إجراءات احترازية، والتجار نقول لهم إن نفوس الناس أمانة، يعني في أعناقكم إذا استوردتوا أي حاجة في ظل هذا الوضع من الصين وفق هذه المعطيات القاطعة أن هذا المرض وباء خطير، وأن أكثر مراكز الأبحاث تقول أنه ينتشر منتشر في الهواء وليس في العطس أو ما إلى ذلك من هذا القبيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.